إذن مشاهدينا صباح الخير، تقبل الله الصلاة والصيام وجمعة مباركة للجميع. مشاهدي قناة شوف تي في، كنت واجد بسوق المتلاشيات بقلعة السراغمة، فعلى غير العادة سوق المتلاشيات في ثاني يوم من رمضان، أجواء مثيرة طبعا مشاهدي قناة شوف تي في بهذا السوق، سوق المتلاشيات اللي تيكون بالنسبة ليوم الجمعة تيكون يوم استثنائي بهذا السوق هذا، وتيكون عليه واحد الإقبال كبير. فغتبقوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في في هذا الجولة بهذا السوق، سوق المتلاشيات في قلعة السراغمة، تابعوا معنا الأجواء اللي تعرفها السوق ثاني يوم من رمضان. لتذكير مشاهدي قناة شوف تي في أن هذا السوق بالنسبة ليوم كل يوم الجمعة يكون يوم استثنائي، وتكون عليه واحد الإقبال كبير من طرف المواطنين، لكن على غير العادة في ثاني يوم من رمضان نشوفوا هذه هي الأجواء كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، فثاني يوم من رمضان أجواء مثيرة سوق المتلاشيات بقلعة السراغمة. هذا السوق اللي طبعا مشاهدينا كيكون بالنسبة ليوم الجمعة يكون يوم استثنائي هنا بقلعة السراغمة. هذا السوق اللي كتواجد فيه واحد العدد ديال الأشياء الجميلة والنادرة، وكتكون بأثمنة طبعا مشاهدي قناة شوف تي في بأثمنة مناسبة. تحية لكم، في دير في
إذن مشاهدينا، كما قلت، فبالنسبة ليوم الجمعة لهذا السوق على غير العادة، اليوم تكون يوم استثنائي، تكون عليه واحد الإقبال كبير. لكن في ثاني يوم من رمضان، هذه هي الأجواء اللي كيعرفها سوق المثلثيات بقلعة صراغون. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، كما تابعتوا معنا من خلال هذه الجولة بهذا السوق في ثاني يوم من رمضان، والأجواء اللي كيعرفها السوق، سوق المثلثيات. تقبل الله الصلاة والصيام وجمعة مباركة للجميع. نلقاكم مشاهدينا إن شاء الله في موضوع جديد، في مباشر جديد. إلى اللقاء.